السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my lovely students, how are you? I hope you all are fine. Connect plus 5 Relative closes the first unit. أول وحدة عندنا معانا درس سهل جدا وبسيط جدا اللي هو Relative closes. Okay, طب الـ Relative closes ديت يعني إيه يا مستر؟ يعني ضمائر الوصل. فاكر في العربي كنت بتقول الذي والتي واللذان واللذون ولا أيوه هم ده. طيب تعال معايا كده هنشرح مع بعض relative clauses. معاكم مستر محمد ابو نار وده رقمي اللي يقف قدامه حاجه في الانجليش انا معاه. اوكي طيب خلينا نبدا. معانا النهارده who ومعانا which ومعانا where. who معناها الذي او التي بس للعاقل، انما which معناها الذي او التي لغير العاقل، انما where معناها حيث. كنا درسناهم قبل كده ان هو معناها من which معناها اي او ايهما، انما where معناها اين. لكن النهارده بناخدهم بشكل مختلف وسط الجمله، بنربط بين جملتين. هنا نربط بين جملتين الفاعل بتاعهم عاقل، هنا نربط بين جملتين الفاعل بتاعهم غير عاقل، انما هنا نربط بين جملتين عندنا عشان نستبدل المكان where. اوكي خلينا نبدا باسئله والاسئله هتوضح لنا اكتر. تعالوا معايا. The first one: A dolphin is a mammal lives in the sea. A dolphin. طيب سؤال: dolphin the people ولا things ولا place؟ people اللي هم الناس، things اللي هي الاشياء، place اللي هو المكان. يا ترى dolphin ده ايه؟ ايوه things. اوعى تقول لي place ولا people. things يبقى هتختار حضرتك ايه؟ ايوه برافو عليك which. اوكي طيب تعال نروح للسؤال الثاني. that's the man. man what is the meaning of man؟ معنى كلمة من ايه؟ هي دي اللغز بتاعنا، الحل هنا في كلمة man. يا ترى the man، the man يا ترى people ولا things ولا place؟ people اللي هو تاخد who، انما لو كانت things تاخد which، انما لو place تاخد where. طب هنا man يعني رجل، يعني طبعا من الناس، ولا ايه رأيكم؟ عندك رأي تاني؟ لا طبعا، يبقى تستخدم معاها who. اوكي يبقى هنا اخذنا ما اخذنا اللي هو a dolphin عشان غير عاقل استخدمنا which، انما هنا man عاقل people يبقى تستخدم who. number 3: Spain was the country they died. Spain عارفين يعني Spain؟ Spain اللي هي اسبانيا. اوكي country اللي هي دولة. الاثنين كلمتين دول اهم شايفينهم. طيب الكلمتين دول يا ترى people ولا things ولا place؟ ايوه طبعا يا مستر place. اوعى تقول حاجه تانيه. برافو عليك ممتاز، يبقى استخدم where. excellent. number 4: I know the poet wrote this poem. يعني ايه يا مستر؟ poet هنا اللي هو الشاعر. طيب يا مستر انا مش عارفها وجات لي كلمة صعبة. طب تعالى حبيب قلبي هنا wrote يعني كتب. مين اللي كتب؟ يا ترى اللي يكتب هو المكان ولا انسان ولا غير عاقل؟ طبعا انسان يا مستر. طيب امال ايه؟ يبقى نستخدم هنا برافو عليك ممتاز who. excellent great job. number 5: that's the cat. ايوه انا سامعك بتجاوب اهو. ايه وانت كمان برافو عليكي ممتازة. ايوه which ليه؟ لان هنا cat غير عاقل. اوكي يبقى استخدمنا which. show me the lake. lake يعني ايه lake؟ خدناها قبل كده lake بحيرة. ايوه يا ترى البحيرة دي ايه؟ طبعا ناس. لا لا ايوه صح برافو عليك مكان. يبقى مكان نستخدم معاه where. حلو الكلام كلام جميل. number 7: that's the snake bite me or bit me. bit عشان ماضي bite bit. okay that's the snake. snake عارفين snake هنا يعني ايه؟ ثعبان. طب يا ترى هو ولا which ولا where؟ انا مش محتاج ان انا اسألك تاني بقى،
واقول لك هي people تاخد who ولا things تاخد which ولا place تاخد where. طبعا snake. ايوه برافو عليك. من ضمن things اللي هو غير العاقل، الاشياء غير العاقلة، نستخدم معها which. I know many people travel by bike. People جابها لك واضحة وصريحة. طيب يبقى هنا اختار who. People مع who، معانا who. افكرك تاني، بتيجي معاها البيبل الناس، اوكي العاقل. طيب انما which مع غير العاقل things، انما where مع place يعني المكان. اوكي نمبر 9، that's the bus stop. خلي بالك لو وقفت عند باص هتقول بس عرفتها يا مستر، باص يعني غير عاقل، يبقى استخدم which. اقول لك حبيبي ما تتسرعش، ركزي معايا. ايوه انت ايوه، ها باص ستوب يعني محطة الاتوبيس. يا ترى ديت انسان ولا غير عاقل ولا مكان؟ ايوه كده، ما تتسرعش وتحكم على الباص من اول كلمة، لا اقرا باص ستوب. اوكي باص ستوب اللي هي محطة الاتوبيس. اوكي I don't like the paintings he sells. paintings اللي هي الرسومات الصور. طيب يا ترى ديت ايه؟ مكان صح؟ ممتازة، انت ممتازة، برافو عليكي، احسنتي. لا هتختار which لانها غير عاقل مش مكان يا مستر خالص. we need a secretary or a secretary. طيب يبقى اقول ايه؟ secretary دي السكرتير او سكرتيرة، يا ترى who ولا which ولا where؟ طبعا يا مستر احنا عارفين كويس ان السكرتير او السكرتيرة ده people من الناس العاقلين مش المجانين، يبقى نستخدم who. okay this is the mosque. mosque هنا يعني مسجد او جامع. طيب هنا استخدم معها ايه يا مستر؟ خلي بالك، تعالى mosque museum temple church، هذه كلها الاشياء الاماكن دي يستخدم معاها where. برافو عليك، mosque المسجد. okay قالك كلمة church اللي هي الكنيسة، برضو قالت لك كلمة تمبل اللي هي المعبد، برضو معاك ميوزيوم يعني متحف، برافو عليك، كله places. يلا دوس. نمبر 13، those are the flowers. يلا يا فلاور انت وهي الوردة، ها ديت ايه؟ عاقل صح؟ صح معايا، اوعى تنام. يبقى which لان الفلاورز هنا غير عاقل. اوكي طيب نمبر 14، I'm looking for a room I can study. room يعني ايه؟ ايوه زي bedroom وزي living room وزي bathroom. طيب ده كله موجود في ده اماكن يا مستر، يبقى استخدم ايه؟ who صح؟ اوعى تقولها who، هتلاقي البوكس ايه على طول. ها برافو عليك، where ممتاز، ممتازة. He is the person I hate. hate يعني يكره. person هنا اللي هو الشخص، ما تقولهاش person الله يبارك فيك. person. okay الشخص ده من ضمن الناس ولا مش من ضمن الناس؟ ها ايوه برافو عليك، who. okay number 16، the girl. مش عايز اكمل يا مستر، ما تكملش يا حبيبي. the girl، الجيرل هذه عاقل ولا مش عاقل؟ ايوه عاقل، يبقى استخدم معها which. برافو عليك، لا مش برافو عليك، girl عاقل، يبقى استخدم معها who. اوعى تنسى who عاقل، which غير عاقل، where مكان. اوكي نمبر 17، the book. book ده ايه؟ مش البابا، لا ها the book. ايوه غير عاقل يا مستر، برافو عليك، يبقى which. the book which you brought me yesterday is not very interesting. يعني الكتاب اللي انت جبته لي امبارح ما كانش شيق للغايه. طيب تعالى ها نمبر 18، that chair. chair يعني ايوه برافو عليك، كرسي. ايوه كرسي، يبقى مكان صح؟ ما احنا بنقعد عليها ومكانها يا مستر. لا يا حبيب قلبي، دي من الثينجز الاشياء، يبقى تستخدم معها which. okay don't forget the house. the house ما تكملش، ايوه house اللي هو البيت. البيت ده ايه؟ معروف يعني مكان.
تعال نروح لآخر سؤال مع بعض. The tree. Tree يعني إيش؟ أيوة برافو عليك ممتاز. Tree يعني شجرة. طب والشجرة دي عاقل ولا غير عاقل ولا مكان؟ غير عاقل طبعا. برافو عليك تبقى which. أوكي كده خلصنا. هنزل لك في الديسكريبشن أو على الواتساب والفيسبوك وعلى التليجرام هنزل لك الورق ده. حله تاني بعد ما تسمع الفيديو حله تاني. وإن حاجة وقفت قدامك راسلني ده رقمي. Goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.